شوف الواحد ما بياكل حرام وصادق بعمله الله بيقويه. لا صار عمري 100 سنة على هالشكل. ها كثير عالم تجي، كنت أول الحجاج نزل 120 ثلاجة من هذولي. شرب قهوتي، قهوتي طيبة. صار لي هون بالمدينة جيت 1430، ما خليت صنعة ما اشتغلت فيها، بسخن المي وبساوية وكل شيء. لا أنا كل النهار بساويها، 54 ثلاجة، 56 ثلاجة. هذا القهوة. السلام عليكم. وانا علي مرابي هالمصلحة، يعني نحب هيك عمل خير لوجه الله. اذا كني ما اشتغلت لله ما برتاح لي.